طيب شيخ احمد، نبدا كده وناخد تليفونات. وام فارس، اهلا وسهلا. ازيك؟ عامله ايه يا الحمد حبيبتي؟ لله يا حبيبتي، اهلا ربنا وسهلا. يفك الكرب يا رب. ان امين شاء يا الله رب دعاءكم الجميل ده. والله يا يا بنتي رب الله يا حبيبه يصحك يا قلبي، رب. اهلا انت وسهلا. عارفاني اتفضلي انا اتصلت سؤالك. بيكي كذا مره، انا ايمان، بس انا قلت ام فارس المره دي. انت اتصلتي بينا عشان ايه؟ فكريني. كان مشكله ابني، كان خاطب وبيعايدني بان انا متجوزه مرتين. ابنك خاطب واحدة؟ الصغير، ان انا كنت متجوزه فكرينا كده. مرتين، طب قولي لنا كانت القصة ايه؟ ابنك خاطب كنا في شهر وانت سبعة اتجوزتي كان مرتين؟ كان بيعايرني انك اتجوزتي مرتين، ما كنتش ما اتحملتيش يعني القعده. وقبل كده برضو كانت مرات ابني مضايقاني، وحضرتك قلت لي معلش ومش عارفه ايه كده، يا حبيبتي رجعت تاني برضو نفس الموال، وخلت ابني عايز يطلع يضربني في قلب البيت لا فوق حول ولا ويضرب الباب قوة إلا برجليه، بالله. ابني الكبير ازاي كده؟ ايه اللي حصل؟ بقى يضرب الباب والناس تحوش ويضرب الباب برجليه، بس انا بقى من جوايا بدعي عليه ده طبيعي يعني. يا حول هما ولا ساكنين قوة معاكي في نفس البيت؟ تحت. مش انا قلت لك مره وكانت بتسلط الجيران عليا يقلوا ادبهم عليا وكده؟ طب هي ليه بتعمل كده؟ عايزاه لوحده، رغم ان انا خدماها ومأكلاها وملبساها ومشرباها وكل حاجه، هو مش ناعي هم اي حاجه. طب خلاص انت بقى شيلي ايدك منهم ما انا وسيبيهم شايله ايدي يا بس. استاذه دعاء، بس الحركه ان انا اليوم دوت الولد بحوشه من ايدها، اتصلت قالت له ضمك بتشتمني وبتضربني وبتصوت على السلم، جاي عايز يمسك فيا ويضربني. طب بصي بقى، انا هقولك على حاجه، انت لو تجمدي قلبك شويه كده جمدت وتسيبيه خالص، بس بس. من جوايا بدعي عليه دعا ما اقولكيش، مش قادره اسامحه. الشيخ احمد بقى هيقول لك تعملي ايه، لكن انا يعني رايي ان انت تجمدي قلبك وتسيبيهم بقى خالص هم قاعدين يعملوا مع اللي بعض يعملوه، هم قاعدين. عايشين في والله يا عماره استاذه واحده. دعاء لحد ما اموت مش مسامحاه، طب بص يا ام فارس، استطاع يا ام من فارس، يا ربنا ام ان انا فارس، اموت بره عيالي ما يقفوا عليا. طب يا ام فارس حول ولا اسمعيني، قوه ممكن الا تسمعيني؟ بالله. ده هو هيندم ندم، ده هو وهي كده ضيعوا نفسهم، لا حول ولا قوه الا بالله. ما وصلت العيال تعيطيش يا يطلعوا حبيبتي. يتصنطوا يشوفوا انا بقول ايه، البتين معايا البتين بس الولد حنيت الدنيا فيها. استاذه دعاء والله العظيم ابنه انا ابنه الصغير 6 سنين ما اقولكيش، مسكت الولد موتته عشان بيتكلم في حقي كلمه كويسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص قولي لهم مش عايزة أشوفكم ولا أشوف ولادكم. ما انا ما قلت لهم ناحيه هنا ما حدش يطلع عندي، حتى الجيران قلبها اسود يا استاذه دعاء، بتعامليهم معامله كانهم ولادك، واستغفر الله العظيم قلبهم اسود من ناحيتي بطريقه بصي، من قدام الوش ومن ورا اقفلي الوش. بابك على نفسك بقى، اقفلي بابك على نفسك ما هو شوية بابي كده. على نفسي والله، هم اللي بيخبطوا عليا، انا ما بفتحش باب لحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يعني انت عايشة لوحدك؟ ها انا عايشه معايا ابني الصغير اللي انا حكيت لك عليه قبل كده. وفي كمان مشكله استاذه دعاء، قولي. ممكن بس اقولها؟ معلش دلوقتي فارس ابني الصغير ابوه بقى له 20 سنه ما شافوش يا استاذه دعاء، فدلوقتي بينخر عايز يشوفه، فقابله يوم الجمعه اللي فاتت قابل في بابا. كافيتيريا بره. قابل وبعدين بابا يوم الجمعه اللي فات بعد 20 سنه بعد خطوبته كده، ماشي. ومعرف ان هو خطب بقى له 20 سنه ما شافوش، راح قعد معاه وفي الحكايه والروايه وراح عطيه 300 جنيه. بعد ال 300 جنيه راح عند اهله قال له ده انا عاطيله 2000 جنيه. ماشي. المهم يعني بابا لما شافه بقى بس كان، عيب ولا مش عيب؟ انا ما منعتش، انا ما منعتش، هو بقى له 20 سنه ما شافش ابنه، ايوه، والولد ابنه دلوقتي مهندس. ما شاء الله. الولد بعد لما شاف بابا، الولد ارتاح نفسيا يعني ولا لا اتضايق؟ بيقول لي انا مش جاي جوايا، مش ما هدش من فيا مشاعر. ما عندوش مشاعر ناحية الراجل ده، بالنسبة له ده راجل يعني مش أب. وبابا كان كويس معاه؟ ما قبله بيقول لي قابلني مقابلة حلوة واداني 300، اتصلوا بيا قرايبه امبارح قالوا ده هو مش عاطيله 2000 جنيه، قلت له 2000 جنيه ايه ده، عاطيله 300 جنيه، وابني هيكذب ليه ان هو عاطيله 2000 جنيه. ربنا يهدي، ربنا يهدي، سبحان الله. ماشي يا حبيبة قلبي، ربنا معاكي. زي ما احنا بنطالب يا استاذه دعاء ان الابن يبر امه، لابد ايضا ان يبر ايه؟
يبرئ اباه. ده مهم جدا، ان هو ما ينفعش ان هو يبقى في قضيه البر مختلفه عن خلاص الاب ممكن يكون سايبه 20 سنه 30 سنه، ده عقابه عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن في النهايه واجب عليا ان انا ابر ابويا، لان انا مش طالب منه حاجه. يعني انا مش ببره بمقابل، اللي هو انت بتسلم عليا فانا هسلم عليك، انت هتديني فانا هجيلك، لا، انت بلا شرط وبلا قيد يجب على الابن ان يبر امه وان يبر ايه اباه. وده قولا واحدا، دي ما فيهاش خلاف ولا فيها فصال حتى بين اهل العلم ولا بين العقلاء، يعني بين كل اهل الارض، حتى المجانين ما حدش يقدر يقول ان الاب ممكن يقاطع ابوه ولا يقاطع امه ولا شيء من ذلك. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو قضيه ان الابن، وانا بستغرب من ده، ان الابن مهما الام عملت ان هو يطلع ويضرب الباب وعاوز يضرب امه، هذه مصيبة. يعني انت متخيل ان العقوق الاف مثلا اللي هو تبدأ تنهارها فقط بالكلام، دي كبيرة من الكبائر. يعني عقوق الوالدين دي كبيرة من الايه، من مش صغيرة، يعني ده مش ذنب صغير ولا هين، ده لا، ده ذنب كبير جدا من الكبائر. في يوم من الايام واحنا مهما عملنا مع الام، اصل يقول لي عملت، تعمل اللي تعمله، اقعد اتكلم معاها بالراحة، المهم انا هستحمل امي، هطبطب على مراتي واقول لها معلش واخد لها حقها، اللي انا اعزلها عن البيت خالص اروح في اي لكن انا اطلع، ما يمكن مراتك بتكذب، حتى لو مراتك هي مش كدابة، انا ممكن في طريقة تانية اللي انا اخلي امي ما تتعاملش كده بالطريقة دي مع مراتي، لكن اللي انا اضرب وامد ايدي على امي، ده في يوم من الايام ابن عمر واحد جاي له بيقول له ده انا بطوف وشايل امي، انت عارفة مسألة الطواف، وبعدين الساعة بين الصفا، ده الواحد طبعاً بيبقى ماشي وبيقعد في نص السكة اللي هو مش قادر، واحنا شباب، فالراجل شايل امه وبيقول له اني احنا شباب يا استاذة دعاء، 22 سنة مش انت 25 وانا 22 صح، انت فصلتيني عن اللي انا بقوله، مش قادرين نشيل نفسنا اصلا والله. اني لها بعيرها المذلل، بقول انا شبه البعير، اني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، ها؟ الله ربي ذو الجلال الأكرم، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة. سبحان الله. فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هم ضيعوا نفسهم كده. لازم الابن ده يروح يقبل إيد أمه، يقبل ويفهم مراته، يعني إيه أم في النهاية؟ إذا هو مش فاهم، هو ماشي ورا مراته، سبحان الله. لكن أرى ضيعوا نفسهم في الدنيا والآخرة. الحاجة التانية إن هي قضية الدعاء يا أمي عليه، بدل ما أدعو عليه، بصي دي كلها مشاعر غضب بتطلع في وقت غضب، في شحنة أنت بتطلعها فأنا بدعي عليه، بس ابنك ده لما يجرى له حاجة أنت هتزعلي وهتحزني، فبدل ما تطلعي طول ما أنت غضبانة وبتاع اسكتي خالص، لا تقولي لا بخير ولا بشر خلاص، بس بعد ما تهدي على الأقل قولي ربنا يهديه، مش لما يهديه، أحسن من ربنا يبتليه، أيهما أفضل؟ ان هو يهدي ويكون تحت رجلك، مش طوع امرك، لا تحت رجلك، تقولوا له يمين يمين شمال شمال، ايهما افضل، ان هو تدعي له بالخير ولا تدعي عليه بالشر. فبلاش اللي احنا واحنا بنطلع شحنه الغضب دي اللي احنا نضيع كل شيء، لان احيانا ممكن في وقت من الاوقات ابواب السماء تكون مفتحه فابنك يضيع، فمحدش هيندم الا مين؟ الا انت. والله العظيم يا استاذ دعاء، حد بعت لي انا اسف رساله، أم بتحكي الموقف ده، بتقول أنا من جوايا قلت بس يعني ربنا ياخده، من جوايا بتقول والله لم أتلفظ، بتقول لي أنا روحت لقيت موتوسيكل ضارب ابني، لا حول ولا قوة إلا بالله، بتقول لي أنا كنت غضبانة دلوقتي عمالة تقول لي طب أنا عقابي عند رب العالمين، ندمانة، طب أنا مش ده، ما قالتش ده، هي ما قالتش، ده إحساس بس من جواها، لا حول ولا قوة إلا بالله.